مشاهدينا المشاهدين الكرام عبر المباشر، فرحه كبيره للجماهير المسفيويه بالهدف ديال التعادل. خليكم معنا الاجواء الجميله والرائعه من امام مدرجات الجماهير المسفيويه. مشاهدينا المتابعين عبر قناة الشعب قناة شوف تيفي، الهدف الثاني لأولمبيك أسي، مقابلة هيتشكوكية في الأثناء مشاهدينا المتابعين، من بعد التسجيل ديال الهدف الأول لصالح شباب محمدية تغيرت الأمور الآن رأسا على عقب، هدفين لهدف لصالح أولمبيك أسي، فرحة كبيرة في الأثناء مشاهدينا المتابعين.